بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، بعد أن خضنا في درس الطباخ والمقابلة، توجب علينا أن نلعن مكتسباتكم تجاه هذا الدرس. لذلك سوف نقوم بمجموعة من التطبيقات، الهدف منها تثبيت المكتسبات حول مفهوم الطباخ والمقابلة. ثم أيضا بعد ذلك سوف نثبت المكتسبات حول الوظائف. انتبه الآن، سوف نذكر ببعض المعطيات. لنبدأ بدرس الطباخ. الطباخ، ماذا نقصد بهذا الطباخ؟ نعم، الطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام. نعم، إذا عرفنا الطباق الآن، فالأولى أن نحدد نوع الطباق، لأن للطباق نوعان. ما هما؟ نعم، طباق الإيجاب، آخر طباق السلب. أعطوني مثال حول كل من طباق الإيجاب وطباق السلب. جميل هذه الجملة، الإنسان يعلم أشياء ويجهل أخرى، أين الطباق هنا؟ نعم، في كلمة يعلم ويجهل، فكلمة يعلم هي ضد كلمة يجهل، فهذا نسميه ماذا؟ طباق الإيجاب. طيب، ننتقل إلى طباق النوع الآخر من الطباق. الإنسان يعلم أشياء ولا يعلم أخرى. هذا الطباق الآن، لاحظوا معي أن هنا تضاد معنوي بين كلمة يعلم وكلمة لا يعلم. هذا الطباق بما نسميه كما سبق أن قلت هو طباق السلب. لما هو طباق السلب؟ لأن الكلمتين متضادتين فيما يخص الإثبات والنفي، فيعلم فعل مثبت ولا يعلم فعل منفي. لنذكر الآن بالمعطيات السابقة. الطباق أو طباق الإيجاب هو الجمع بين اللفظ وضده في الكلام. ثم طباق السلب هو الذي يختلف فيه المتقابلان كما لاحظنا في كلمة يعلم ولا يعلم لفظا ومعنى، ويكون بين الإثبات والنفي، يعلم مثبتا ولا يعلم منفيا. لننتقل الآن إلى الجدول التالي لكي نشتغل على مجموعة من التمرينات. عين الطباق ونوعه، عفوا، ونوعه ووظيفته فيما يأتي وفق الجدول التالي. لنرى الأمثلة المطلوبة منا. المثال الأول قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذه آية تبين لنا قدرة الله عز وجل على معرفة الأشياء كلها. المثال الثاني: فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. نرجو من الله أن يغفر لنا ويعفو عنا ويبدل سيئاتنا حسنات. المثال الثالث قال صلى الله عليه وسلم: خير المال عين ساهرة لعين نائمة. شكرا للذين يحرصوننا ونحن نائمون. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الفضائل، انظروا هنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الفضائل أن تصل من قطعك إلى صلة الرحم، وتعطي من حرمك حتى لا نجازي السيئة بمثلها، كما قال. قال السمو أل مفتخرا بنفسه: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء
عالم وجهول. قال تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هنا قدر الله عز وجل على العطاء والمنع. في الأخير قوله عز وجل: فلا تخشوا الناس، فلا تخشوا الناس واخشوني. نسأل الله عز وجل الخشية في السر والعلن. لننتقل الآن إلى الإجابات. يطلب منا الآن في المثال الأول أن نحدد المعاني، ثم نحدد نوع الطباق، ثم وظيفته. المعنى الأول في الآية الأولى التي يشتغل فيها الله عز وجل، التي تؤكد فيها الآية على عظمة الله على إدراك الأشياء، فهو هنا لا تدركه. كلمة لا تدركه ضد كلمة يدرك. لاحظوا هنا أن هناك فعل منفي ضد فعل مثبت. نوع هذا الطباق طبعا جميل، هذا طباق السلب. ما وظيفة هذا الطباق؟ ما الغاية منه؟ قال نعم، تحسين المعنى وتوضيحه في الكلام. المثال الثاني، من يعطيني المثال الثاني؟ نعم، سيئات ضد حسنات. ما نوع الطباق؟ جميل، طباق الإيجاب، وهو أيضا يدخل ضمن وظيفة واحدة هي تحسين الكلام وتوضيحه. المثال الثالث، نعم، ساهرة ونائمة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا السهر ضد النوم، والنوع ونوعه هو طباق الإيجاب، وأيضا نحن ضمن نفس الوظيفة تحسين المعنى وتوضيحه. المثال الرابع، تعطي حرمك تصل قطعك. هناك كلمتين أو مجموعتين متضادتين، لكن هنا حذاري، لسنا أمام جنس آخر، نحن دائما ضمن جنس الطباق. فتعطي ضد حرمك وتصل ضد قطعك. نوع هذا الطباق أعزائي هو طباق نعم الإيجاب، ووظيفته أيضا تحسين المعنى وتوضيحه. المثال الخامس، جميل جميل جميل، عالم وجهول، عالم وجهول. فهو يقارن بين نفسه وبين الغير، وهنا طباق ما بين العلم والجهل، وهو أيضا ضمن أحبائي ضمن أي نوع من الطباق، نعم نعم طباق الإيجاب، ونفس الوظيفة التي قلنا عنها تحسين المعنى وتوضيحه. المثال السادس، من يشتغل المثال السادس؟ نعم نعم، تؤتي الحكم، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فتؤتي هي تعطي، وتنزع تأخذ، ثم تعز هذا من الرفعة، وتذل هذا من الوضع. فالله عز وجل قادر على أن يرفعك وأن يذلك، نسأل الله السلامة والعافية. هنا نحن أمام أي نوع من الطبق أبنائي؟ نعم نعم، نحن ضمن طباق الإيجاب، وضمن نفس الوظيفة وهي وظيفة تحسين المعنى وتوضيحه. في الأخير وهو مثال حول الخشية، نعم، من يتناول كلمة الآن؟ نعم ابني، لا تخشوا واخشوني، لا تخشوا واخشوني. لاحظوا التضاد هنا بين كلمة لا تخشوا والفعل هنا أتى منفي، وكلمة خشوني والفعل هنا أتى مثبت. نحن هنا أيضا أمام أي طباق؟ نعم نعم، طباق السن، وضمن ونفس الوظيفة التي يؤديها الطباق، وهي وظيفة تحسين المعنى وتوضيحه. ننتقل الآن إلى شق آخر من الدرس ليثبت أكثر، المقابلة. أبنائي بناتي، ما هي المقابلة؟ ما نقصد بها؟ نعم جميل، المقابلة هي ذكر معنيين أو أكثر
وإتباع ما ذكر بما يقابله على الترتيب، بمعنى أن نأخذ مع المعاني معنيين أو ثلاث معاني أو أربع، ثم نأتي بما يقابلها، ولكن يجب أن نحترم هنا الترتيب. من يعطيني مثال عن المقابلة؟ الله جميل ابني، أحب الصدق وأكره الكذبة. هذا كلام جميل في محبة الصدق، فالصدق نجاة. لاحظوا هنا، أين المعاني المتقابلة؟ نعم، إن التقابل على مستوى المعاني يكون هنا كالتالي، أين هو؟ أحب ضد أكره، والصدق ضد الكذب، ولكن هذه الكلمات لم تكن مفردة، إنما أتى محبة الصدق ضد كره الكذب على التوالي كما تشير إليه الخطاطة التالية. فأحب ضد أكره، والصدق ضد الكذب، ولاحظنا بأن كل كلمة أخذت موقعها منها الجولة واحترمت الترتيب. بين مواقع المقابلة فيما يأتي من أمثلة حسب الجدول التالي، لنمتحن مكتسباتنا الآن من خلال الأمثلة التالية. المثال الأول، قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال تعالى: